ليس طبيعيا كما كل شيء في العراق اليوم، وليس بديهيا ولا حتى منطقي، كل تلك الاوصاف استحقها وبجداره. مستوى الفساد للحكومات المتعاقبه في بغداد حتى تصدر العراق قوائم الدول الاكثر فسادا بالعالم. صحيفه ديجيتال جنرال الامريكيه قالت ان الحكومات المتعاقبه في بغداد اهدرت نحو 700 مليار دولار خلال 13 عاما فقط. مستندة لإقرار البنك المركزي ببلوغ عائدات النفط بين سنتي 2005 و2017 أكثر من 700 مليار دولار أهدر منها ما مجموعه 99.5% وفقا للصحيفة الصحيفة أكدت أنه بالرغم من كون العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك إلا أنه في ظل حكوماته المتوالية صار واحدا من أكثر الدول فسادا بالعالم حتى تربى على قائمة مؤشر الفساد العالمي العام الماضي إلى جانب دول أخرى كالصومال وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان 700 مليار دولار المهدورة أو المنهوبة كما يقول المتظاهرون الذين يواصلون احتجاجاتهم في محافظات العراق ليست وحدها مجهولة المصير بل هي جزء من ألف مليار دولار دخلت البلاد منذ الاحتلال الأمريكي بحسب هيئة النزاهة البرلمانية التي تحدثت عن رصدها لأكثر من 200 مليار دولار منها سرقت تحت غطاء مشاريع وهمية بأكثر من خمسة آلاف عقد مسلسل الفساد الإداري والمالي في العراق تتعدد فصوله وتتنوع فهو يشمل جميع مفاصل الدولة من عقود الأسلحة والطائرات إلى الكهرباء ومشاريع الإعمار بل حتى قطاع الرياضه نال حصه منها وتذهب تلك الاموال بحسب اعضاء في البرلمان الى من وصفوهم بحيتان الفساد وكبار الساسه والاحزاب التي تمول بها ميليشيات واجنحه مسلحه تسطو على المال والسياسه معا.